يا عم. الله يبارك. بابا مالك؟ خد يا حبيبي، خد امضي القايمة. القايمة من اولها كده قايمة. طب هقراها الاول. لو مضى من غير كلام يبقى بيحبك، لو مضى من غير ما ينطق يبقى بيموت فيكي. في ايه؟ انت بتقرا ايه؟ هو احنا نسرعك؟ لا يا ريهام انا ما اقصدش. على فكره القايمه دي مكتوب فيها الحاجات اللي احنا جبناها، وده من حقي، وانا من حقي احافظ على حقي. وانا مين هيحافظ على حقي؟ الله، ما لعبش من حق العروسه. وانا اللي دافع تمن. واحنا اللي جبنا جهاز. يا سلام، وانت جبتيه لوحدك؟ ما انا جايب نص الجهاز، جايب اوضه النوم والغساله والسخان واوضه السفره. استنى هلا، ما احنا كمان جايبين سجاجيد وجايبين نجف وحاجات تانية كتير. الله، مش كده يا عروسه، مش كده يا عريس. الله، الحاجات كلها اللي بتقولها دي حاجات صغيره. عارف حضرتك لو هو بيحبني ما كانش بص فيها ولا قرا كلمه واحده. وهي كمان لو كانت بتحبني ما كانتش تمضيني على وصل امانه. على فكره اللي في ايدك ده ما اسموش وصل امانه. لا بقى وصل امانه، عايز افضل حارس جنب الحاجه بتاعتك اضمن من انها ما تبص. ولا مروان، يلا يا ماما. يلا يا حبيب ماما. الحمد لله. عايز استني باخد الملح. ايه احسن. انا خلاص مش عايزه اتجوز، انا غلطانه. بلا جواز بلا زفت، كل حاجه فلوس فلوس، كل حاجه محسوبه بالفلوس. انا من الاول عامله حسابي على كده، وعارفه ان هو كذاب ومنافق ومش هينفعنا. من فضلك يا ماما انا دماغي هتنفجر، ممكن تسيبيني لوحدي؟ ولا يهمك، وحياتك لجوزك سيد سيده، وهجوزك ابن خالتك كمان. يا ستي اللي عايزه ابن خالتي ولا ابن عمتي سيبيني لوحدي. خلاص، مش انت اللي عملتي فينا كده، شيلي بقى القرف اللي انت عملته لنا. ريهام يا حبيبتي ايه دي؟ ما حصلش حاجه، صدقيني حصل خير، حصل خير. الحمد لله اني رافضه الجواز ومش عايزه اتجوز خالص. انا على فكره بيجيلي في اليوم يجي 5 رسائل برفضهم كلهم، من اللي بشوفه من الرجاله وعمايلهم. ينفع تطلعوا برا؟ سيبوني لوحدي. راحة فين يا بنتي؟ أنا هروح لأشوف عمل فيها كده ليه؟ يا بنتي المفروض هو اللي يجي يعتذر على اللي عمله فيكي. لا يا ماما، أنا مش مستحملة اللي هو عمله فيا وعايزة أعرف. حسبي ماما حسبي. إيه اللي أنا عملته ده؟ قايمة إيه وبتاع إيه؟ ريهام عندي أهم من مليون قايمة. طبعًا ريهام أهم، بس أنت لازم كمان تعرف إنك بتمضي على إيه. والله أحسن طنط عندها حق، مش أحسن ما تلاقي نفسك متدبس. يعني هو اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ ايوه. طيب ريهام، انا ممكن اعرف ايه بالظبط بقى اللي انت عملته فيا ده؟ ايه ده ايه ده، انت بتزعقي كده ليه؟ انا ما بزعقش، انا جايه عشان افهم. بالراحه، انت بتتكلمي مع راجل. على فكره يا طارق، انا بتكلم مع حسام مش مع حضرتك. بمناسبه ان هو راجل يرد نيابه عن نفسه، وانا ما بحبش حد يتدخل بينا. حد ده ايه؟ حد ده انت؟ خلاص مش فاهماك. انا امه اقول له اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه براحتي يا حبيبتي، ولا انت مش واخده بالك؟ بعد اذنك يا طارق، بعد اذنك، ما بحبش حد يتدخل بينا. خلاص بقى، انت اللي خليتيني اعمل كده. انا؟ ايوه انت. ليه؟ عشان بعتيني. انا بعتك؟ ايوه بعتيني. ازاي بقى؟ يعني ايه ايوه؟ يعني ايه السرير اللي انا هنام عليه امضي عليه؟ يعني ايه السفره اللي انا هقعد اكل عليها امضي عليها؟ تحب انا كمان امضيك على كل الحاجات اللي انا جايبها؟ يعني حسام افرض دلوقتي ان الجوازه ممكن تبوظ،
علشان انت تمت احنا نعمل ايه؟ حمضي وانت عارفة ان انا بحبك. انت كمان زعلتني قوي لما انت لغيت الموضوع ده. خلاص اللي انت عايزاه انا هعمله. بجد؟ او النبي. طب يلا بقى عشان نلحق. يلا يلا يا ماما. الملح يا فتحية. ايوه كده يا جماعه خلينا نفرح. ايه الجمال ده؟ اتفضلوا ان شاء الله هنكتب الكتاب. اتفضلوا. شفت البت ضحكت عليها القادرة بنت اللعيبه. ايدك يا عريس. ابو العروس استنى عندك يا استاذ. السفره من غير نيش. غير نيش؟ ايوه انا مانيش قاعد هنا. ودي غلطتي انا ان انا ما تممتش على العفش قبل ما يدخل. في حد يجيب سفره من غير نيش؟ ايه النيش ده اساسا؟ انت ازاي تعمل فيا كده؟ جايب لي سفره من غير نيش؟ احط انا حاجتي فين واحط الصيني بتاعي فين؟ انت مش حاسس باللي انت عامله فيا؟ عمال تحرجني كده قدام الناس وقدام اهلي وجايب لي سفره من غير نيش؟ يا اخي حرام عليك حرقت لي دمي. ايه يا جماعه النيش ده؟ النيش ده حاجه مهمه قوي يعني عشان توقف جوازه؟ دي وجهه نظرك انت. السفره من غير نيش زي البحر من غير سمك. يلا يلا يا حسام يلا احنا غلطانين ان احنا رجعنا البيت ده. النيش ايه؟ النيش ايه وبتاع ايه؟ انت هتجوزي بنتك من غير نيش؟ وانت عايزه بنتك تبقى زي بنتي؟ يلا يا ابني يلا. بتقول لك النيش اهم من عريس يعني اهم منك قوم. ايه يا ريهام؟ النيش اهم مني؟ يلا يا ماما. يلا يا حبيب ماما. حسام انت رايح فين؟ رايح اصلح المصيبه اللي حصلت. اتعبت؟ انت عايز تطلع لهم دلوقتي؟ انت عارف لو عملت كده هيركبوك وهيمضوك على قايمه اكبر من اللي كنت هتمضي عليها، وكمان هيخلوك تمضي على مؤخر صداق اعلى بكتير من اللي كنت هتمضي عليه. ايه الكلام ده؟ انا وهي بنحب بعض، اخترنا بعض خلاص، يبقى احنا علاقتنا بكل الكلام ده. انا لو سافرت بره هتجوز بخاتم مش بشبكه وشقه ومهر. بره مش هنا. احنا المفروض ان احنا احسن من بره. المفروض ان احنا ناس اصحاب عادات وتقاليد وبتوع ربنا. المفروض ان احنا ناس بنحب بعض. يبقى ليه بقى ما نبقاش احسن من بره بجد؟ سيبيه يا ماما. سيبيه يا ماما. انت بقى المفروض كده انك بتعطفي عليا. انت بتكلم اختك كده ليه؟ هي قادره. هي مين دي اللي قادره؟ هو ليه ما حدش عايز يعترف بغلطه؟ ليه كل واحد شايف نفسه صح؟ امها فجاه قلبت عليا وبقت متخيله ان انا هخطف البنت مش هتجوزها، وابوها بقى خلاص بيسلم عليا بمنتهى التناكه. كل ده عشان شويه عفش وشويه مهر. في الاول كانوا خلاص بيشتروا راجل، دلوقتي خلاص بقت الكوبايات والشباشب اللي بندوس بيها على الارض اهم من الراجل نفسه. ايه التخلف ده؟ تخلف؟ انت بتشتمني يا واد. يا ماما انا جيت جنبك، انا مش بكلمك انت اصلا. انت عندك حق. انت عندك حق. يا سلام، يعني هو لما يعمل لي شويتين دول ويزعقني انا هخاف؟ ما بخافش من حد.